مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وإليكم العناوين. ندوة وطنية تعرف بمضامين الإطار القانوني لمجلة الاستثمار، والفاعلون في الساحة الاقتصادية يطالبون بالتسريع في تطبيقها لدعم الاستثمار. مسيرة في تطاوين لتجديد المطالب المتعلقة بالتشغيل، ووزارة الطاقة تؤكد التزام الشركات البترولية العاملة هناك بفتح تمثيليات في الجهة. تصاعد لغة التوتر المتبادل بين واشنطن وموسكو بعد الضربة الأمريكية، وروسيا تعتبرها دليلاً على غياب أي استراتيجية للصراع في سوريا. أهلا بكم من جديد، ونشير في بداية هذا الموعد الإخباري أنه بإمكانكم متابعتنا مباشرة على بوابة التلفزة التونسية أو عن طريق اليوتيوب وطنية ريبلاي. إذن نبدأ هذه الجولة الإخبارية بالشأن الاقتصادي. مجلة الاستثمار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية الشهر الجاري مثلت مضامينها ونصوصها التطبيقية اليوم محور ندوة وطنية نظمتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي للتعريف بأهم ما جاء به هذا الإطار القانوني لتنمية الاستثمار في البلاد، أشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد. بعد 6 سنوات من تعطل مشروعه، دخل القانون الجديد للاستثمار ونصوصه التطبيقية منذ الفاتح من أفريل الجاري حيز التنفيذ، لتحظى من خلاله تونس بحسب رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمنظومة استثمارية متطورة بإمكانها أن تساعد البلاد على الانضمام مجددا إلى خارطة الاستثمارات الدولية ومعالجة الوضع الاقتصادي الصعب. الحكومة عندها سياسة استثمارية كاملة، مقاربة استثمارية كاملة لتسهيل الإجراءات، وهذيك في نجيل الإصلاحات اللي باش تقوم بهم حكومة الوحدة الوطنية انطلاقا من إصلاح الإدارة، لأنه اليوم المستثمرين يواجهوا عديد من العراقيل وإصلاحات أخرى. باش ينجح هذا يلزم نقصوا من التشكيك في الدولة ونقصوا من التشكيك في رواحنا، عندنا القدرة وعندنا الكفاءة في تونس وعندنا كل متطلبات النهوض بالبلاد هذية لخلق الثروة لخلق التشغيل ولدفع التنمية في البلاد وتعزيز الطاقات التشغيلية في الجهات الداخلية. نصت مجلة الاستثمار في ثوبها الجديد على حوافز عديدة. تعمل وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على ترويجها في المناطق الداخلية الكبرى وأيضا خارج الحدود التونسية، منها تبسيط الإجراءات وإرساء حوكمة جديدة. قدمنا في القانون هذا أولا التبسيط في الإجراءات، التراخيص اللي حذفت، حذفنا 49 ترخيص، أخلقنا كذلك هيئة استثمار ستكون المخاطب الوحيد للمستثمر التونسي أو الأجنبي، حطينا يعني على نفس المستوى الاستثمار الأجنبي والاستثمار التونسي، حطينا حوافز مالية، فما قطاعات مهمة يعني دعمناها كالقطاع الفلاحي. بالنسبة للقروض العقارية كانت 150 مليون أصبحت 250 مليون مع فترة إمهال 7 سنين وعلى 25 سنة، والأهم من هذا الكل أنه نسبة الفائدة كانت 5 أصبحت 3، معناها تسهيلات كبيرة وكبيرة جدا تعطات الفلاحة. المنظومة التشريعية الجديدة للاستثمار دعمت أيضا القطاعات الصناعية والتجارية عبر إرسائها لترسانة من الحوافز الجبائية التي تحسن مناخ الأعمال وتيسر سبل نفاذ المستثمرين الأجانب والمحليين إلى السوق. منظومة الحوافز متاعنا هي منظومة مبنية على موجهات، هو أنه بقدر ما نتوجه إلى القطاعات التي تمثل الأولوية في تونس، بقدر ما نتوجه إلى الجهات التي تمثل الأولوية في تونس، بقدر أيضا ما نهتم كونسيبت جديد نسميه المنظومات الاقتصادية، بمعنى مثلا تثمين المواد اللي الإنشائية والفلاحية سور بلاس في نفس الجهة. في 2010-2009 كنا في حدود 25%، اليوم في 19% ولا أقل شوية من 19%، حطينا أهداف أنه على الأقل نسترجع مستوى 25% من الناتج بالنسبة للاستثمار، وبالأساس هذا متأتى من الاستثمار الخاص. حوافز عديدة تنص عليها مجلة الاستثمار الجديدة تلقي بظلالها بصفة طبيعية ومباشرة على تنمية الطاقات التشغيلية في البلاد وخلق المزيد من مواطن الشغل بمختلف الجهات وفي عديد المجالات. ونتيجة للحوافز والإجراءات التي ينص عليها القانون الجديد للاستثمار، يأمل عدد من الفاعلين في الساحة الاقتصادية الوطنية الحاضرين في الندوة للتعريف بمضامين القانون الجديد للاستثمار، يأملون التسريع في تطبيق هذا التشريع الجديد لما له من تأثيرات إيجابية تدعم الاستثمارات الداخلية والخارجية وتنهض بالاقتصاد الوطني.
النصوص التطبيقية والامتيازات الجبائية والحوافز الاستثمارية التي تنص على إرسائها مجلة الاستثمار الجديدة حظيت باهتمام ممثلي المنظمات الوطنية ذات العلاقة بالمجالات الاقتصادية، معتبرينها بادرة تشريعية تعزز الاستثمارات الداخلية، لكنها تتطلب المزيد من الإصلاحات القانونية الأخرى. ننتظر منها أن تساهم في خلق الثروة، ننتظر منها أن تقاتل من الجهات، ننتظر منها أن يكون فيها أصحاب الشهائد العليا عندهم تشجيع لدخول الاستثمار، ننتظر انه يقع تساوي بين المستثمرين الاجانب والتوانسه حتى يكون التنافس بيناتهم نزيف خاصه على مستوى التصدير. اللي يهمنا القوانين نخدموا عليهم ونحسنوهم، اما تفعيل القوانين وتطبيق القانون، الاقتصاد الموازي، الاشكاليات في التصدير، نفاذ للسوق المحليه، مساندة الشركات اللي هو متعرضة لصعوبات، هذا الكل كذلك الإصلاحات الاقتصادية، مثلا قانون التوارق الاقتصادي نستناو فيه. لابد أن هذا القانون يستكمل، احنا نقوله يستكمل بدليل إجراءات، لأنه تنجم المعوقات الإدارية والطريقة معناها والإجراءات الإدارية تعيق تنفيذ هذا القانون. مضامين القانون الجديد للاستثمار ونصوصه التطبيقية المبنية أساسا على إعادة النظر في هياكل الاستثمار وحوكمته ألقت بظلالها أيضا على دعم الاستثمارات في سوق المال والأعمال، إذ اعتبرها عدد من ممثلي المؤسسات المالية الوطنية والأجنبية أنها تشريعات بإمكانها أن تساهم في تدفق سيولة جديدة في السوق المالية وتنمي موارد الميزانية للدولة. ننتظر من هذا القانون أن يخلق منافسة شاسعة بين المستثمرين المحليين ويمكنهم من الانفتاح على المزيد من الأسواق الخارجية، كما أنه سيساهم في استقطاب العديد من المستثمرين الأجانب ويشجعهم على الاستثمار في المناطق المهمشة. قانون الاستثمار من المؤكد أنه مش يفتح المجالات للجديد للعديد من المستثمرين الجدد وخاصة الأجانب منهم اللي اليوم يلقوا روحهم في العديد من المؤسسات المدرجة في البورصة، فما سقف نتاع 66% ما ينجموش يفوتوه. بالقانون هذا إن شاء الله باش يولي عندهم الإمكانية باش يزيدوا ويطلعوا. نص مرجعي اللي هو أحسن من النص اللي كان قبل، لجنة الاستثمار اللي كانت موجودة من قبل، لأنه سهل الأمور وضعها وأعطى أكثر شفافية وسهل ونحى برشا بيروقراطية منها. ولئن ثمن جميع المتداخلين ما نصت عليه مجلة الاستثمار الجديدة، إلا أن جلهم أكد على ضرورة تهيئة الأرضية الملائمة للتسريع في تطبيق هذه القوانين الداعمة للاستثمار والتي تتطلب أساسا استقرارا أمنيا واجتماعيا وجبائيا. وسط مدينة تطاوين انتظمت مسيرة سلمية لأهالي الجهة، وذلك في إطار الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أيام على خلفية المطالبة بالتشغيل في الشركات البترولية بالجهة والتنمية. مسيرة شعبية حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين في تجديد لمطالب أهالي الجهة المتمثلة في التشغيل بالشركات البترولية وتخصيص جزء من عائدات الثروات النفطية والغازية للتنمية بالجهة. شغل الشباب راهو كل بطال، تدع مطلب تيجي من المعارف تخدم. شغل الشباب راهو كل بطال، راهو العائلة المزمرة عندها ربع من الناس بطال. تطاوين كلها مع بعض هي واحدة، نحب حقنا بكل شيء من كل نوع. مسيرة سبقتها وقفة احتجاجية بساحة الشعب، ومسيرة أخرى نظمها شباب معتمدية البير الأحمر سيرا على الأقدام وصولا إلى مدينة تطاوين. جينا مشينا على الأقدام مساند المسيرة السلمية اللي باش يقوموا بها في تطاوين الأخوان المعتصمين، وإحنا مساندينهم وتطاوين رأي الناس الكل تقريبا بير الأحمر ولا ذهب ولا كل كنا تطاوينية. اليوم الأبناء تقف يد واحدة باختلافات إيديولوجياتهم يطالبون بالتشغيل. ما نطلبه هو الحلول الجذرية من الدولة، حلول واقعية لا تقبل التسويف والمماطلة. الحمد لله يعني ما خرجت حتى على إطار ولا على أي حاجة، ثم السلمية الحمد لله شفت كل شيء، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله وعودنا تتحقق. بحضور عده المتابعون بغير المسبوق، جدد اهالي تطاوين وشبابها مطالبهم المتمثله اساسا في التشغيل بالشركات البتروليه وتخصيص جزءا من عائدتها للتنميه والتشغيل بجهه تطاوين. خميس ببطان، التلفزه الوطنيه التونسيه، تطاوين.
وفي هذا السياق أعلنت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أن الشركات البترولية العاملة بولاية التطاوين عبرت عن التزامها بفتح تمثيليات لها بالولاية تحت إشراف المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، وذلك قبل 31 من جويلية المقبل. وأضافت الوزارة في بلاغ أصدرته في ختام جلسة مع مختلف الشركات الموجودة بهذه الولاية أن الأولوية في الانتداب ستعطى لأبناء الجهة من قبل شركات الخدمات البترولية، وذلك حسب الكفاءات المطلوبة وفي إطار احترام التراتيب الجاري بها العمل، مع الإشارة أن نسبة المنتدبين من غير المختصين من أبناء الجهة يجب ألا تقل عن نسبة 70%. وحسب البلاغ أبدت الشركات البترولية العاملة بالجهة حرصها على وضع حيز التنفيذ مقاييس موضوعية وشفافة عند القيام بإجراءات الانتدابات الجديدة. التلوث الصناعي بات يهدد المنظومة البيئية ويحتاج إلى استراتيجية كاملة للقضاء عليه. في الروبورتاج التالي نسلط الضوء على دور المجتمع المدني في ولاية نابل في استنباط الحلول الكفيلة بحماية المحيط. تتعدد وتتواتر مشاهد انتهاكات وهتك المواقع البيئية والطبيعية بأغلب مناطق ولاية نابل، لتستفحل بشدة في جزئها الشمالي الذي يعتبر مستقبل السياحة البيئية بالمنطقة، ملف تعاظمت مخاطره باشتداد مصبات الفضلات العشوائية التي تشتمل على كميات هائلة من الفضلات الصناعية. ففتحت جمعية أحباء الطبيعة والبيئة بمنزلة ميمة الملف لاستنباط طرق للحد من التلوث الصناعي. والبادرة باش تكون أنه باش نكونوا الفرز الآلي في وسط المصانع باش تخرج النفايات مفروزة ويكون تثمينها أسهل وأرخص الأثمان، وبعد كي نجموا معناها نتصرفوا فيها في المصانع اللي تعاود الرسك لمتاعها، وبحول الله هذا ينجموا هما يتعاملوا يا أما مع الجمعية يا أما مع شركات خاصة صغيرة. لازمنا نحافظوا على البيئة قد بنجموا وهذا ما فهمت من الجمعية. خبراء البيئة والتنمية المستدامة ثمنوا التظاهرة وأكدوا على إمكانية التعامل مع هذه الفضلات الصناعية، بينما بعض الصناعيين الشبان انطلقوا فعلا في بعث مشاريع مرتبطة بالبيئة، لكن الاستدامة دائما ما يكون إداريا في جزء منه وغياب الوعي لدى الصناعيين. المشروع بتاعي يتمثل في وحدة لجمع ونقل النفايات غير خطرة، معناها إن ناخذ النفايات ما عند المصانع الغير خطرة ونعمل لها التثمين نتاعها كل وحسب نوع الديشي، كل نوع نعمل له التثمين نتاعو. بالنسبة للعراقيل فما رخص الحقيقة تعبت فيهم شوية، عندي رخصة من لونجيد عندي من 2016 لتولد حصلت عليها. يلزمنا الصناعات هذه نختاروا لها طرق التصنيع التي تعتمد على التكنولوجيا النظيفة، التكنولوجيا النظيفة توفر منتوج وافر، منتوج ذا قيمة مرتفعة جدا، قيمة تسويقية في الخارج كبير جدا، ونفس الشيء كلفة بيئية منخفضة جدا. وستعمل جمعية أحباء الطبيعة والبيئة بمنزلة ميم على مزيد ترسيخ هذه المبادئ سيما لدى الناشئة ولدى المجتمع المدني للحفاظ على الإرث البيئي الطبيعي الذي غالبا ما كان ضحية العملية الصناعية والاجتماعية دون وعي ولأجل المصلحة الشخصية. تواصلت اليوم بالعاصمة تظاهرة نحيا ونحيا ويحيا الوطن، مدرسة ضد الإرهاب. التظاهرة التي انطلقت أمس تميز يومها الثاني بعروض فرجوية وفنية مساندة لمجهودات المؤسستين الأمنية والعسكرية. هذا ما صدحت به حناجرهن اليوم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. عدد من الأطفال ارتدوا أزياء المؤسسة الأمنية في فعاليات تظاهرة شارك فيها حوالي 1000 تلميذ بورشات للرسم والتعبير الجسماني والغناء والرياضة، كانت غايتها خلق الحس الوطني لدى جيل اليوم ونساء ورجال الغد. الوليدات هذوما ينجموا يكونوا هما غدوة الإطارات سواء في المؤسسة الأمنية والعسكرية ولا أي مؤسسة واحدة أخرى في البلاد. نحبوا نربيهم على حب الوطن والوطنية، وأهم حاجة أهم رسالة اللي هي العباد الكل تنجم تمشي والبلاد تقعد تونس اللي هي فوق الناس الكل. هي من وراء هذه فما رسالة أمل الحياة في بلد عزيز ويحميه أولاده
والمؤسسات الأمنية والعسكرية. خلال الورشة هذه قدموا جملة من العروض التلمذية في الإبداعات التشكيلية، عروض جاهزة وعروض تنجز للتو، فيها تتضمن معنى الحياة، معنى مقاومة أعداء الحياة. تونس باش تقاومكم، تونس هبطت في أزمات أكثر من هكا وتنجموا نقاوموكم، نحن مش أنتم باش تجيو تغلبونا. تحية تونس. شعار حب الحياة لم يكن مجرد غناء وإلقاء لجميل الكلمات، ولعله تجسم اليوم في التبرع بالدم، فهو أسمى القيم. أقل حاجة نجموا نعملوها معناها نعطيو شوية دم، كما نجموش نعطيو حاجات أكبر على الأقل نعطيو الدم شوية دم. بين البارح واليوم تو إلى حد الآن معناها عندنا 400 متبرع بالدم، معناها مصلي يعني بيب. التبرع بالدم أنبل تبرع، التبرع بالدم أجمل تبرع. ما احنا تونس بلاد نحبوا بعضنا ومعاه معناها تسكي تبرع وكل شيء، دونك علاش ليه ما نعاونوش بعضنا؟ وبعفوية طفولتهم وحب مستقبلهم لن تظهر هذه الأراضي الطيبة إلا رجالا ونساء يحبون لوطنهم أكثر مما يحبونه لأنفسهم. يا زين الصحراء وبهجتها ويا مجمال رمالها ويا مجمال رمالها، حيرة تقلب في موجتها يرتع فيها غزالها غزالها غزالها. عبرت النقابة الوطنية لصحفيين تونسيين اليوم عن رفضها استعمال وزارة الداخلية لحالة الطوارئ لترهيب الأعلام على خلفية قرارها تحجير صدور جريدة الثورة نيوز اعتمادا على مقتضيات الأمر المنظم لحالة الطوارئ. وطالبت النقابة في بيان لها وزير الداخلية بإيقاف هذا القرار داعية إلى متابعة الجريدة المذكورة في القضاء المدني وفي إطار محاكمة عادلة تستجيب للمعايير الدولية في هذا الصدد. واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يأتي في سياق سياسي يتصف حسب رأيها بمحاولات السطو على مؤسسات الإعلام العمومي لتحويلها إلى أبواق دعاية لأحزاب التحالف الحكومي في سعي لإفشال التجربة الديمقراطية والعودة إلى زمن الاستبداد عبر تهميش الهيئات الدستورية والسطو على مهامها. وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري حسب ما جاء في نص البيان. وفي أخبار العالم نبدأ بالملف الليبي. أعلن مصدر طبي بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي مقتل نحو 38 شخصا وإصابة 95 آخرين جراء انفجار الألغام الأرضية منذ انطلاق العمليات العسكرية بمدينة بنغازي، بينهم مدنيون وعسكريون. ويذكر أن هذه الإحصائية خاصة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فقط، ولا تشمل إحصائية ضحايا الألغام الأرضية والعبوات النازفة بمركز بنغازي الطبي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة السفينة الحربية المجهزة بصواريخ كروز إلى قاعدتها البحرية قرب السواحل السورية في البحر المتوسط. يأتي هذا بعد يوم من الضربة الصاروخية التي نفذها الجيش الأمريكي على قاعدة جوية في حمص السورية. في رسالة لواشنطن وحلفائها عن مواصلة دعمها للنظام السوري، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة سفينتها الحربية المجهزة بصواريخ كروز إلى قاعدتها البحرية قرب السواحل السورية في البحر المتوسط. يأتي هذا عقب إعلان موسكو عزمها تعزيز الدفاعات الجوية السورية لحماية المنشآت الحيوية كرد فعل على الضربة الصاروخية التي وجهها الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس دونالد ترامب على قاعدة الشعيرات الجوية في حمص بعد تقارير عن قيام الجيش السوري بشن هجوم كيميائي على مدينة خان شيخون في مدينة إدلب وخلف عشرات القتلى والجرحى. فيما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هذه الضربة تضر بالعلاقات الروسية الأمريكية والمعركة المشتركة ضد الإرهاب، وصفا الهجوم بمحاولة لتشتيت الأنظار عن سقوط ضحايا في العراق. ردة الفعل الروسية المنددة بالهجوم على الأراضي السورية وصفته الخارجية الأمريكية بالمحبط وبغير المفاجئ، وهو دليل على دعم موسكو المستمر لنظام الأسد. وفي أول تعليق على الضربة الجوية على الأراضي السورية أكد البيت الأبيض أن هذه الضربة رسالة قوية لبقية العالم وصفا إياها بالحازمة والمبررة. ورغم الدعوات إلى عدم التدخل بشكل أحادي، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن بلادها مستعدة للقيام بالمزيد من الضربات ضد النظام السوري، تصعيد من شأنه وفق مراقبون تعقيد التسوية السياسية للأزمة السورية، خاصة بعد توتر العلاقات من جديد بين كل من موسكو وواشنطن راعي محادثات السلام السورية.
أعلنت الشرطة السويدية اعتقال رجل من أوزباكستان يبلغ من العمر 39 سنة يشتبه بضلوعه في هجوم ستوكهولم. وقد أعربت تونس اليوم عن استنكارها الشديد للعملية الإرهابية الجبانة المتمثلة في دهس عدد من المترجلين في أحد شوارع العاصمة السويدية ستوكهولم، ما تسبب في سقوط ضحايا أبرياء بين قتلى وجرحى. وأكدت عن تضامنها الكامل مع الحكومة والشعب السويدي الصديق، متقدمة بأحر عبارات التعازي والمواساة لأهالي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. أعلنت الشرطة السويدية اعتقال مشتبه به ثان في اعتداء ستوكهولم الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وجرح 15 آخرين. وكانت الشرطة السويدية اعتقلت شخصا شمال العاصمة بعد ساعات قليلة من الهجوم يشتبه بضلوعه في اعتداء ستوكهولم الذي نفذ بواسطة شاحنة صغيرة دهست جمعا من المارة وسط شارع تجاري بالعاصمة. مصدر أمني أكد أن المشتبه به أوزبكي ويبلغ من العمر 39 سنة، وأنه تم العثور على جسم غريب في الشاحنة والفحص التقنيجي لمعرفة إن كان قنبلة أو أداة قابلة للاشتعال. وإثر الهجوم فرضت إجراءات أمنية مشددة على الحدود وفق رئيس الوزراء السويدي الذي أعلن كذلك الحداد بيوم وتنكيس الأعلام في المباني الحكومية بالعاصمة. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء الذي يذكر بالهجمات الإرهابية التي جرت في نيس وبرلين ولندن. في أخبار الرياضة، فاز النجم الساحلي على الترجي الرياضي 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم بقاعة أزواوي في ذهاب الدور النهائي لمسابقة كأس تونس الكرة الطائرة. وستقام مقابلة الإياب الأسبوع المقبل بالقاعة الأولمبية بسوسة. وفي كرة السلة، تغلب النجم الساحلي على النادي الإفريقي بنتيجة 79 نقطة مقابل 78 في لقاء أقيم مساء اليوم بالقاعة الأولمبية بسوسة في ذهاب الدور النصف النهائي للبطولة الوطنية. وستقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل في قاعة الجرجاني. يحرر زيد الشنوفي على مستوى الكورنر، ينجح زيد الشنوفي السايح ثم يمشي كرة لفيو دي جي، متابعة من مكرم برمضان وينجح. وفي مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يباري النادي الصفاقسي غدا ريال كلوب كاديوجو البوركيني في ملعب واغادوغو انطلاقا من الساعة 4:30 مساء في إطار منافسات ذهاب الدور 16. وفي الإطار ذاته ينزل النادي الأفريقي غدا ضيفا على بور لويس الموريسي ابتداء من الساعة 1:30. توجت لاعبة تنس الطاولة التونسية فدوى الجارسي بالميدالية الذهبية في صنف الفردي صغريات ضمن الدورة الدولية 11 التي اختتمت منافساتها مساء أمس بالقاعة الأولمبية برادس بمشاركة لاعبين يمثلون 13 بلدا. وكانت دورة تونس الدولية لكرة الطاولة أفضل تحضير لتنظيم نهائيات البطولة الإفريقية التي تنطلق مبارياتها غدا بقصر الرياضة بالمنزه. الدورة هذه نظمتها الجامعة التونسية لتنس الطاولة، هي المرة 11 اللي نظمتها وتعودوا يعني للتنظيم، وفيه يعني بعض شوية المشاكل بس صلحناها، وكانت الدورة يعني منظمة يعني في الأخير يعني كانت ناجحة، وخاصة كانت عندنا مشاركة دولية مهمة مثل رومانيا أبطال العالم في السنة هذه، وكان مشاركة من بلجيكا و والهند أيضا من آسيا. الدورة حققت نتائج متاحة، ودعوة لكل محبي تنس الطاولة لحضور فعاليات البطولة الإفريقية للشبان اللي باش تكون إن شاء الله في قبة المنزه من 9-15 أفريل، تليها الدورة الترشيحية للألعاب الأولمبية للشبان أيام 16-17 أفريل. دعوة ملحة لكل محبي تنس الطاولة ولكل الجماهير باش تساند المنتخب التونسي في المرحلة القادمة إن شاء الله. وفي جولة أخبارنا الثقافية، تنطلق بعد قليل بقصر المؤتمرات بالعاصمة الدورة 4 لأيام قرطاج الموسيقية والتي تتواصل إلى غاية 15 من هذا الشهر. دورة جديدة تحمل في طياتها تجديدا على مستوى العروض والمسابقات. ولمزيد تسليط الضوء على هذه الدورة الجديدة، معنا مفادة الأخبار إلى قصر المؤتمرات بالعاصمة سناء التومي. سناء، لو تنقلي لنا الأجواء هناك وما جديد هذه الدورة.
مرحبا بك درة. أنا الآن موجودة أمام قصر المؤتمرات حيث ستنطلق بعد قليل الدورة الرابعة لأيام قرطاج الموسيقية. حفل الافتتاح ستؤمنه الفنانة روضة عبد الله بعرض جود تايتي. الفنانة روضة عبد الله في الحقيقة هي متوجة في الدورة الفارطة لأيام قرطاج الموسيقية بعرض أسرار. كما ترون خلفي الضيوف يتوافدون على قصر المؤتمرات لحضور حفل الافتتاح. جديد هذه الدورة تحمل الجديد بمسابقات جديدة تخص الطفل المبدع وتخصص لها 3 جوائز تتعلق بالغناء وبالعزف. كذلك الدورة هذه ستشهد تنظيم حفل ضخم بالمسرح الأثري بقرطاج يوم 14 أفريل لمجموعة ميراث. وكذلك هناك عروض يومية في شارع الحبيب بورقيبة على الساعة 5 مساء. كذلك بالنسبة للمسابقة الرسمية هناك عرضين كل ليلة 7 مساء في قصر المؤتمرات، وضيوف من بلدان عديدة يفدون إلى المهرجان. وأنا سعيدة الآن باستقبال ريمي بندلي ضيفة من ضيوف المهرجان وعضو لجنة تحكيم مسابقة الطفل المبدع. مرحبا ريم. مرحبا. مرحبا مرحبا ريم. ريمي قبلت الدعوة باش تجي لتونس، أنت المرة الثانية كنت معنا في صفاقس عاصمة الثقافة العربية، اليوم تجي في أيام قرطاج الموسيقية في مسابقة جديدة للطفل، كيفاش لقيت الحكاية والموضوع؟ أول شيء كتير انبسطت، حسيت حالي أنه دعوة كتير بتخصني لأنه للطفل، ضروري كنت تكون موجودة لحتى أتعرف على أولاد جديد ما بعرفهم، أتعلم على نوع موسيقى يمكن ما بعرفها، أتعرف على وجوه جديدة، مواهب جديدة، وهذا أهم شيء بعتقد فيني أعطيه أنا شوي من خبرتي وشوي من خبرتهم يمكن أتعلم منهم كمان. بقى هذا الشيء كتير هيك بحمسني ومبسوطة كتير أنه أنا موجودة هون. ريمي اللي ما عرفكش ولا ما يتذكرش، شكون منا ما يتذكرش غسل وشك يا أمر وعطونا السلام، هذه الأغاني اللي عرفناك بها وانت طفلة صغيرة. عندك فكرة على المهرجان هذية أو على الموسيقى التونسية؟ يعني عندك شي فكرة عليها؟ يعني بعد لهلأ ما كتير عرفت نوعية المشتركين، بس عرفت أنه في مواهب كتير حلوة، وأنا كتير مبسوطة ومحمسة أني أتعرف عليهم. إن شاء الله بتمنى لهم كل التوفيق، وإن شاء الله كمان ما يزعلوا إذا ما ربحوا، بالعكس يكونوا مبسوطين لأنه هاي إكسبرينس كتير حلوة، إن شاء الله بتبقى معهم كل العمر إن شاء الله. شكرا ريم، نتمنى لك يعني إقامة طيبة بيناتنا ومهرجان موفق. شكرا درة. إذن سناء دورة موسيقية جديدة تتواصل إلى غاية 15 من هذا الشهر. شكرا لك سناء تومي على كل هذه المعطيات، كنت معنا مباشرة من قصر المؤتمرات بالعاصمة، وشكرا لضيفتك. أيضا انطلقت بمدينة مدني فعاليات الكرنفال المدرسي في دورته الثانية، التظاهرة تهدف إلى اكتشاف المواهب الكامنة في التلاميذ وترسيخ ثقافة الحياة ونبذ العنف والتطرف لديهم. هي تحب الرقص وهو الشعر، والآخر الموسيقى، والبقية المسرح والغناء والرسم. هم تلاميذ مبدعون قدموا من كل المؤسسات التربوية بولاية مدنين ليقدموا كل هذه الإبداعات التلمذية في عرسهم الثقافي الكرنفال المدرسي بمدنين. نجع بن قردان عامر ديما ومالك سيب، ويا نجع دونك صام ذاتك طيب، يا نجع فيك جوادك ويا نجع عزك في شبابك وأولادك. تلاميذ مختلف المؤسسات التربوية بولاية مدنين وفي افتتاح الكرنفال وسط المدينة تزينوا بأبهى الحلي وأجمل الألبسة التقليدية. هو نقول حولي تونس، احنا في جرجيس ويلبسوا العكارة حولي تونس بالحولي القصة والصورية، حفلين هيك نحفلوا في العرس بتاعنا. سني زاد أكثر عملنا المشارك نشني حبينا ما نشاركوا بلباس تقليدي الخاص بمدينة جرجيس. تلفوا هذه الإبداعات والعروض المقدمة في الكرنفال المدرسية ستكون متنفسا ثقافيا لكل تلاميذ ولاية مدنين. إنه نكسر الروتين ونعمل جو معناه مش كالعادة، سي إكسبسيونيل. اليوم أول مرة نشوفوا يعني مدنين كاملة في جو جديد وفي لوك جديد، وسني الدورة الثانية أكثر تنظيم الدورة اللي فاتت. هذه التظاهرة الثقافية في دورتها الثانية بمدنين تتواصل على امتداد 3 أيام يفاجر فيها التلاميذ كل مواهبهم وطاقاتهم الفنية.
كرنفال مجموعة من الرسائل، أولها أن نغرس في تلميذنا ثقافة حب الحياة، ثانيا أن نؤمن بحق التلميذ في حياة مدرسية ثرية، ثالثها انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها الاجتماعي، نبذ العنف والانفتاح على الآخر. الإضافة في عدد العروض حقيقة تفوق الخيال، عندنا أكثر من 38 مسرحية، عندنا أكثر من 25 فرقة موسيقية، عندنا باليات رقص، عندنا رقص بكل أنواعه. عروض فنية متنوعة أثثت الكرنفال المدرسي بمدنين وجذبت إليها جمهورا غفيرا اعتاد متابعة هذه التظاهرات الثقافية بمدنين. مهرجان العلوم بالمنسير الذي يعقد في دورة رابعة يفسح المجال أمام الشباب لاكتشاف آخر المستجدات في عالم التكنولوجيا النووية. قصر العلوم ضم العديد من المشاريع الناجحة ذات الصبغة التونسية والأجنبية. معارض وورشات علمية جمعت جملة من الأعمال والاختراعات الشبابية أثثت فقرات الدورة الرابعة لمهرجان العلوم بالمنسير. هذه الطائرة هي واحدة من المشاريع المتميزة تونسيا وإفريقيا. مشروع التخرج متاعي هي كانت طائرة نموذجية تعاون الوزارة التعليم أنها باش الكلس هذا ولا تلامذة أنه باش يفهموا المشروع، يفهموا الاستركتور متاع الطائرة شنية بالضبط من داخل، وكانت تحصلت على 19.5 معدل الأول في الجمهورية، والحمد لله جاء المشروع رقم واحد في قارة أفريقيا، يعني أول واحد يصنع طائرة نموذجية بالكبر هذايا وبالشكل هذايا. مشاركين بالكهرباء هذايا تخدم بالأردوينو، كي تلقاو بثاق قدامها دو بروجي نتاعي نتاع الباك هذايا باش نخدمه. جيت باش نتعلم على الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية. هذه التظاهرة التي ينظمها قصر العلوم بالمنسير شهدت إلى جانب مشاركة بعض النوادي والجمعيات مؤسسات جامعية ومراكز علمية. المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية مهمة نتاعو هو نقل التكنولوجيا النووية والاستعمالات السلمية للطاقة النووية في تونس. الخريطة اللي حابين نشاركوا بها خريطة تقريبا 3.5 متر على 5.5 متر اللي فيها مواقع الأثرية متاع تونس. جديد هذا المهرجان في دورته الرابعة هو الانفتاح على تجارب بعض الدول الأخرى. هذه أول مشاركة لي في ملتقى العلوم، مشاركة رائعة جدا لأني أنا استفدت من المدارس المشاركة. المقاربات اللي اعتمدها قصر العلوم في نشر الثقافة العلمية في جعل معناها الناشئ يقبلوا على النشاط العلمي منذ الصغر. أثناء مثلا المؤسسة رصدت 3 جوائز يعني هامة لثلاث أفضل مشاريع تخرج. حبوا طلبتنا ما يقوموش بالبحث العلمي من أجل البحث، ولكن يكون بحث يقدم حلول معناها واقعي لمجتمعه. أطفال وشباب جاءوا للاكتشاف والتعرف على أعمال ومؤسسات علمية قادرة على استقطابهم والولوج بهم إلى فضاء العلوم وعالم المستقبل. ونختم جولتنا الإخبارية بما لذ وطاب من المأكولات والأطباق الشهية في مشاركة 30 طباخا عن المطاعم الجامعية بالشمال. انتظمت بالمطعم الجامعي بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس مسابقة لاختيار أحسن الطباخين بالمطاعم الجامعية. المسابقة التنافسية في دورها الثاني تهدف لتحسين الأكلة الجامعية وتقديم الأفضل. الحركة على أشدها هنا في المطعم الجامعي بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس. 30 طباخا عن المطاعم الجامعية بالشمال يتفننون في طباخة أشهى المأكولات. من يقطع الخضر، من يحرك الطبق، من يتذوق ومن يزين. الكل منغمس في تحضير طبق المسابقة. نحب نخرجوا عن مألوف من الأكلة الجامعية بتاع التوسكية توماتي، توسكية مرق، توسكية كذا، نحب نخرجوا شوية. اليوم حبيت نعمل حاجة تشبه الأزياتيك شوية، ليجيرمون توماتي، معناها ماهيش طماطم برشا. باش نعملوا روز الانديان بالبقري. حبيت نوع، نعمل طرفس فافد، نعمل سكالوب غريي، نعمل زوز انواع سلايت روز. ماذا بينا نوكلوا وليداتنا سفافد، ماذا بينا نوكلوهم حاجات يعني كلي كما راهم في الوتلة. في الحمص كالوب مفروم، معاه سكنجبير، معاه في الكحل، عظم ابيض، معاه شويه نشاء باش يشد بالكدا، وباش نعملوه في بلاصه الباركيت البات. دور ثان ضمن مسابقة أحسن أطباق طباخي المطاعم الجامعية بالشمال بعد دور أول احتضنته القصرين لمطاعم الجنوب والوسط بهدف إدخال نفس جديد على الأكلة الجامعية. نحن نبدأ بالزي زي ماني، ونبدأ معناها بطريقة تحضير متاع الخضر من بدايتها نهايتها، ومن بعد ندخل المرحلة الثالثة متاع التطيب.
ومن بعد ندخلوا مرحلة الرابعة هي البريزنتاسيون تاع البلا والتذوق تاع الأكل. الناس الكل عطيناهم نفس المكونات، الهدف نتاعنا نحبوا يعملوا ان بلا معناتها يكون فما الابداع، ذوما الكل بلا باش يولي بقدره الله بشويه بشويه باش يصيروا في المطاعم الجامعيه. ثلاث فائزين يترشحون للدور النهائي لمسابقة أحسن الطباخين بالمطاعم الجامعية في 29 و30 من أفريل الجاري، ليتوج الفائزون بدورة تكوينية في ألمانيا. هذا كل ما لدينا، ختام ونشر مشاهدينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ندوة وطنية تعرف بمضامين الإطار القانوني لمجلة الاستثمار، والفاعلون في الساحة الاقتصادية يطالبون بالتسريع في تطبيقه لدعم الاستثمار. مسيرة في تطوين لتجديد المطالب المتعلقة بالتشغيل، وزارة الطاقة تؤكد التزام الشركات البترولية العاملة هناك بفتح تمثيليات في الجهة. تصاعد لغة التوتر المتبادل بين واشنطن وموسكو بعد الضربة الأمريكية، وروسيا تعتبرها دليلاً على غياب أي استراتيجية للصراع في سوريا. ونشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تيفي.ان. شكراً على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.